بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب سنن الدارمي للإمام الحافظ الحجة أبي محمد عبد الله ابن عبد الرحمن ابن الفضل ابن بهرام الدارمي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشرحها في الدارين، آمين. الباب 35 من الكتاب الخامس، كتاب المناسك والحج. باب في المحرم إذا مات ما يصنع به. لو واحد مات حال إحرامه، هل له حكم خاص ولا كسائر الموتى؟ ذهب المالكية والأحناف إلى أنه كسائر الموتى، هنغسله ونكفنه ونحنطه ونغطيه ونصلي عليه وندفنه زي سائر الموتى، كويس. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يغسل وإيه ولا يحنط، يعني ما يتحطلوش طيب، كأنه ما زال محرما، كويس، ولا يغطى وجهه ولا رأسه، وعدم تغطية الوجه احتياطا حتى لا يتغطى الرأس، لكن تغطية الوجه ليست شيئا من محظورات الإحرام. لكن النبي لما قال ولا تغطوا وجهه ولا رأسه، احتياطا للرأس، لأن قد لو غطيت وجهه يمكن يجي طرف الايه الثوب على رأسي، كويس. يبقى الشافعية عندهم ايه، انه هو هيعامل معاملة المحرم من المحظورات، وبالتالي لا يكفن في ثوب مخيط، يبقى ايه ملفوف في ثوب كده. اغلب المسلمين بيكفنوا بثوب، يبقى ما فيش حاجة اسمها قميص. القميص ده بيبقى مفتوح كده ويدخله ايه رأس الميت منه، ويغطي النصف العلوي من الرأس، الجزء العلوي من ايه من الميت، لكن التاني المحرم يتغطى بلفات بس كده، كأنه ايه بتلفه وما تغطيش وجهه ولا رأسه، وما تستعملش حنوط. حنوط يعني ايه؟ يعني الطيب اللي هو بيطيبه بالميت. عشان كده احنا نقول على الايه الراجل اللي يغسل الميت نقول عليه ايه حنوطي، اصلها بالطاء، وبعدين المصريين لما لقوا الطاء اتكسرت فبقت رقيقه شويه خلوها بالتاء حنوتي، فهمت ازاي؟ لان الطاء لما تكسر بتبقى رقيقه، فهمت؟ فما يقول لك حنوتي يعني ايه، يعني الراجل اللي هو بيغسل الميت ايه ويكفنه ويجهزه وايه والناس تصلي عليه. باب في المحرم اذا مات ما يصنع به. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام الدارمي في سننه الحديث 94 بعد 800 والألف، قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة في حجة الوداع، فوقع عن راحلته، وقع من فوق الجمل، كويس، او قال فاقعصته، يعني ضربته في رجله برجلها، يعني مات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر. والسدر ده ليفة كده ايه بتبقى مصنوعة من شجر النبأ، زي ليفة كده بينظفوا بيها جسمه، يعني محل الصابون دلوقتي، حل محلها الصابون والبودي شاور والحاجات اللي ايه اللي بيدلعوا نفسهم بيها. اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، يعني ما تحطلوش ايه طيب، ولا تخمروا رأسه، في روايات غير رواية الدارمي ولا تخمروا رأسه ووجهه. فالإمام النووي قال لك المقصود بالوجه هنا احتياطا للرأس، وليس لأن الوجه يحرم تغطيته للمحرم، فهمت ازاي؟ ولا تخمروا رأسه، فإن الله تعالى
يبعثه يوم القيامة ملبيا، لأن المرء يبعث على ما مات عليه. طب الحديث ده صحيح، والإمام مالك عارف أنه صحيح، والإمام أبو حنيفة عارف أنه صحيح، ليه ما خدوش بيه؟ قالوا لا، ده اللي يموت محرم عادي، غسله عادي وحط له ريحة وطيب وكل حاجة. طب ليه ما خدوش بيه؟ قالوا ده حادثة حال، لأن النبي بيقول يبعث، ده دي خاصة بالراجل، ده النبي قال للراجل ده بس هو اللي حاله كده، لكن ليس الحكم لسائر الأمة. فهمت بقى؟ يبقى المالكية والأحناف ما غابش عنهم الحديث، لكن هم حملوه على أنه حادثة حال ولا يعمم. ليه؟ لأن النبي أخبر بأمر غيبي متعلق بهذا الرجل، أنه يبعث يوم القيامة ملبيه. فهمت بقى إزاي؟ وباقي الناس ما نعرفش الغيب بتاعه، وبالتالي ده يخص سائر الناس. الإمام الشافعي إيه؟ قال إن مفيش علامة التخصيص هنا، واخد بالك؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم جعله نموذج لكل من مات مثله. والإمام أحمد بن حنبل أيد الإمام الشافعي في فهمه، لأن الإمام الشافعي أستاذ الإمام أحمد، فكان الإمام أحمد لما يشوف فهم الإمام الشافعي يمشي وراه. ليه؟ لأنه كان يثق في فهمه، وكان يقول للإمام الشافعي أنتم الأطباء ونحن الصيادلة، كان يقول للإمام الشافعي كده. الصيادلة يعني إيه؟ يعني هو عنده الأحاديث كلها مجمعها، زي اللي عنده الأدوية كلها، زي الصيدلاني كده عنده كل الأدوية، لكن استعمال كل دواء ده عايز طبيب. فكان يقول للإمام الشافعي أنتم الأطباء ونحن الصيادلة. فهمت؟ وعلى شكل الإمام أحمد والإمام الشافعي قالوا إنه ما فيهوش تخصيص، ده لكل محرم، يموت محرم نعمل فيه كده. المالكية والأحناف قالوا لا، ده خاص بهذا الرجل. فهمت المسألة مذهبان؟ باب الذكر في الطواف والسعي بين الصفا والمروة، اللي هو الدعاء وذكر الله وقراءة القرآن، يعني في إيه؟ في الطواف والسعي بين الصفا والمروة، وهو سنة. يعني لو طفت ساكتا صامتا وسعيت ساكتا صامتا، الحج صحيح والطواف صحيح والسعي صحيح، بخلاف الصلاة. الصلاة لازم تقرأ فيها الفتحة، ما ينفعش صلاة من غير فتحة. فهمت؟ في أشياء في الصلاة لازم تقرأها، التشهد تقرأه، لو ما قريتوش يبقى مش الصلاة باطلة. فهمت بقى؟ لكن لا، السعي والطواف الذكر فيها سنة، فلو طفت وسعيت صامتا لم تتكلم ببنت كلمة. فهمت بقى ازاي؟ يقول لك صحيح، لكن الافضل انك تشغل هذا بذكر الله وبالدعاء، لان دي اماكن الدعاء فيها مستجاب، فدي فرصه. فهمت؟ وعن ابي قال اخبرنا ابو عاصم عن عبيد الله بن ابي زياد عن القاسم عن عائشه رضي الله عنها قالت انما جعل الطواف بالبيت ورمي الجمار والسعي بين الصفا والمروه لاقامه ذكر الله. قال أبو عاصم كان يرفعه، يعني يرفعه إلى النبي، لأن هنا الرواية موقوف على كلام ستنا عائشة، لكن أبو عاصم يقول إيه؟ كان يرفعه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال أخبرنا أبو نعيم ومحمد بن يوسف عن سفيان عن عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب في فسخ الحج. واحد نوى الحج مفردا، وبعدين لما ايه وصل مكة قال ما عملها عمرة اتمتع بها للحج. ما ينفعش، ما ينفعش يا استاذ، لا يجوز فسخ الحج الى العمرة، ولا يجوز فسخ العمرة الى الحج. طب امال اللي حصل ايام الصحابة ده كان خاص بيهم، ده كان خاص بيهم ليه؟ علشان النبي لسه بيشرع وبيعلمهم، فلما استقر التشريع فلا يجوز تغيير النية. فهمت بقى ازاي؟ ده رأي مين؟ رأي الجمهور. وقال إمام أحمد بن حنبل خالف الجمهور في المسألة، قال لك لا، زي ما حصل أيام الصحابة أيام النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بعد السعي الطواف والسعي إن يجعلوها عمرة يتمتعوا بها للحج، وكانوا ناويين حج ففسخوها إلى عمرة لأنهم لم يسوقوا الهدي، فهي جائزة ليوم القيامة. ده كلام مين؟ الإمام أحمد بن حنبل فقط. وباقي الجمهور قال لك لا، لا يجوز الفسخ، ده كان خاص بالصحابة بس. فهمت ازاي؟ لأنه كانت بتنشأ الأحكام لسه وبترتب الأحكام،
وكان الصحابة لا يعلموا ايه جواز فعل العمرة في أشهر الحج إلا لما النبي فهمهم، لأنه كانوا بيعتقدوا اعتقاد الجاهلية أنه لا يجوز العمرة في أشهر الحج. فهمت بقى المسألة؟ وعنه به قال: أخبرنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن بلال بن الحارث عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، فسخ الحج لنا ألنا خاصة أم لمن بعدنا؟ قال: بل لنا خاصة. الرواية دي وإن كانت رواية ضعيفة إلا أن الفقهاء خدوا بها، الجمهور خد بيها. فهمت إزاي؟ وقالوا إيه؟ إن ده كان خاص بالصحابة وليس لمن بعده. باب من اعتمر في أشهر الحج، لأن كان زمان الاعتقاد أن العمرة في أشهر الحج غير جائز، فهنا بيبين لك أن يجوز الاعتمار في أشهر الحج، بل يجوز تعتمر قبل الحج بعمرة، واخد بالك، وبعد الحج بعمرة، ومع الحج بعمرة. مع الحج يعني قارن، وقبل الحج يعني متمتع، وبعد الحج يعني مفرد، أفراد الحج أولا ثم اعتمر، كل ده جائز. فهمت؟ وعنه به قال: أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن معه هدي، يعني بعد ما طافوا وسعوا، قال للنبي، النبي قال لهم ايه؟ دي عمرة، عملوها عمرة بقى خلاص، استمتعنا بها، فمن لم يكن معه هدي فليحل الحل كله، فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وشبك بين أصابعه في الرواية الثانية، يعني تدخل، يعني إيه؟ يعني ممكن تعملهم في وقت بعضهما، تعملهم مع بعض، تعملهم قبل بعض، تعمل ده الأول وتعمل دي الثانية، تعمل دي الثانية ودي الأول، كل ده جائز. أدي معنى إيه دخل الحج والعمرة. فهمت إزاي؟ وعنه به قال: أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن ربيع بن سبرة أن أباه حدثه أنهم ساروا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغوا عسفان. عسفان دي على مشارف مكة. فقال له رجل من بني مدلج اللي هو سراقة، فاكرينه في الحديث الثاني، يقال له مالك بن سراقة أو سراقة بن مالك، الشك من الراوي، اقضي لنا قضاء قوم ولدوا اليوم. يعني عايزين نبتدي كده تشريع جديد نعرفه منك من أول وجديد، عايزين ننسى أعمال الجاهلية خالص. فهمت؟ بيسأل النبي يقول له إيه؟ إحنا عايزين ننسى أعمال الجاهلية، ما تحكمناش، قول لنا يا رسول الله نمشي إيه من بعدك. فهمت؟ قال: إن الله قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة، فإذا أنتم قدمتم فمن تطوف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل، إلا من كان معه هدي. حل بإيه؟ بحلق أو تقصير. باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. عدد عمرات النبي 4، تحفظها كده على طول. عمرات النبي اللي عملها بعد الهجرة، إنما قبل الهجرة وأيام ما كان في مكة اعتمر كتير وحج كتير صلى الله عليه وسلم، لكن احنا بنتكلم على ما بعد الهجرة، بعد فرض الحج والعمرة. اعتمر 4 عمرات، وكلها كانت في شهر ذو القعدة. الأربع عمرات كانت في أشهر الحج، 3 في ذو القعدة، والعمرة الأخيرة كانت مع حجته لما صار قارنا. فهمت؟ وهو أصلا أحرم في إيه؟ في أواخر ذو القعدة. يبقى برضو إيه؟ تبقى لو قلت إن عمرات النبي كلها في شهر ذو القعدة تبقى صحيحة صح. وعنه به قال: أخبرنا شهاب بن عباد قال حدثنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر: عمرة الحديبية اللي هي سنة 6 هجرية اللي منع فيها من دخول مكة، فعمل فيها صلح الحديبية، اتحسبت له عمرة بالنية لأنه أحصر، وعمرة القضاء أو قال عمرة القصاص اللي هو السنة اللي بعدها في نفس الايه الموعد في ذو القعدة. شك شهاب بن عباد من قابل اللي هي سنة 7 هجري، والثالثة من الجعرانة، الجعرانة اللي عملها بعد ما جمعوا غنائم غزوة ايه حنين في وادي الجعرانة، فالنبي على ما يجمعوا الغنائم كانت غنائم كتيرة بالليل كده
راح طالع هو على مكة أحرم عمل عمرة ورجع صلى بيوم الفجر، فما درش بيها كثير من الناس عمرة الجعران، فهمت؟ والثالثة من الجعرانة، وكانت برضو بذو القعدة بعد فتح مكة في العام الثامن من الهجرة. والرابعة التي مع حجته في العام العاشر من الهجرة. باب فضل العمرة في رمضان، نسأل الله أن ييسرها لنا وتقبلها منا. وعن أبي قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأة اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. وفي رواية البخاري معي، بزيادة معي، هنا ما قالش معي، فهمت؟ تعدل حجة في الأجر يعني، وليس في إسقاط فريضة الحج، لأن احنا عارفين ان في رمضان اللي بيعمل نافلة في رمضان تعدل فريضة فيما سواه، مش كده برضو؟ والعمرة نافلة، يبقى لو عملها في رمضان تعدل فريضة، تعدل حجة، فهمت؟ لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن أحكام النبي كلها متناسقة صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عيسى بن معقل ابن أبي معقل الأسدي أسد خزيمة قال حدثني يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدتي أم معقل قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة، أي في الأجر. باب الميقات في العمرة. الميقات في العمرة يعني تحرم منين؟ الميقات المكاني، احنا قلنا الميقات الزماني للعمرة السنة كلها. طب الميقات المكاني للعمرة، لو كنت من أهل مكة داخل الحرم فلابد تخرج من حدود الحرم عشان تعمل عمرة، كويس؟ تخرج من حدود الحرم في أي مكان، الحرم ليه حدود جنوبية وشمالية وشرقية وغربية، فهمت بقى ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الجعرانة، الجعرانة كانت خارج الحرم، أحرم من الجعرانة وعمل عمرة. لما سيدتنا عائشة أرادت أن تحرم وكان النبي الوقت ضيق وعايز يخلص بسرعة يرجع المدينة، قال لسيدنا عبد الرحمن أخوها ابن أبي بكر خد أختك وإيه وخليها تحرم من التنعيم، لأن التنعيم أقرب الحل، أقرب الحل لمكة، والنبي كان مستعجل مستني ستين عشاء تخلص ويطلع يرجع على المدينة، فعشان كده أحرمت من التنعيم أقرب الحل، فهمت؟ لكن يجوز أنك تحرم من أي حتة إذا كنت أنت داخل الحرم للعمرة، أنك تخرج عن حدود الحرم تروح عرفات مثلا، تروح الجعرانة، تروح التنعيم، تروح أي حتة، المهم تخرج عن حدود الحرم، تنشئ إحراما ثم تدخل مكة محرمة. وعن أبي قال أخبرنا محمد بن يزيد البزار قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني مزاحم بن أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله عن محرش الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة حين أنشأ معتمرا فدخل مكة ليلا فقضى عمرته ثم خرج من تحت ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت، يعني إيه؟ عمل العمرة بالليل، راح بعد العشاء بساعة كده بعد ما الناس نامت واستريحت شوية، راح النبي كده مع مجموعة بسيطة عمل إيه العمرة ورجع قبل الفجر بشوية، أذنوا الفجر لقوا النبي نايم معاهم كأنه ما عملش حاجة، فهمت؟ عشان كده بعض الصحابة أنكروا عمرة الجعرانة، بعض الصحابة لأنه ما شافوش النبي عملها، والبعض الآخر إيه بينها لأنه كانوا مع النبي فيه. وعن أبي قال حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو أنه سمع عمرو بن أوس يقول أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه يقول أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أردف عائشة فأعمرها من التنعيم، دي في حجة الوداع، خد بالك. قال سفيان كان شعبة يعجبه مثل هذا الإسناد. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا داود العطار عن ابن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن أبي بكر أردف أختك يعني عائشة رضي الله عنها
وأعمرها من التنعيم، فإذا هبطت من الأكمة مرها. الأكمة يعني الجبل اللي هو إيه اللي يدخلك على التنعيم على طول، فأول ما تنزل من ناحية الجبل تبقى وصلت للتنعيم اللي علامة انتهاء الحرم يعني. فإذا هبطت أو هبطت من الأكمة مرها فلتحرم، فإنها عمرة متقبلة. باب في تقبيل الحجر. احنا قلنا سنة الحجر ايه؟ ثلاث حاجات: تلمسه بإيدك، وتقبله بشفتك، وتسجد عليه بجبهتك. وقال الإمام مالك مخالفا لإجماع الأئمة أن السجود على الحجر بدعة، فهم؟ الإمام مالك بس. ونص القاضي عياض وهو مالكي أن هذا يعتبر من شذوذه، يعني إيه؟ لأن الدليل على خلافه. لكن هو الإمام مالك ليه قال بدعة؟ لأنه ما شافش أهل المدينة بيعملوها، فكان الإمام مالك يقدم عمل أهل المدينة على ما صح من خبر. فلما لقى أهل المدينة قاطبة علمائهم وعبادهم يروح يحجوا ما يسجدوش على الحجر، ولقى ناس تانية بتسجد على الحجر، قال لهم دي بدعة، أهل المدينة ما بيعملوش كده، فهمت؟ مش بدعة ضلالة في النار، لا، يعني دي زودها الناس بعد كده، مش البدعة بتاعت الوهابية، فهمت ازاي؟ بدعة الوهابية دي تودي في داهية، عنده البدعة كلمة تودي في داهية على طول، لا مش كده. وعنه قال أخبرنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال إني لأقبلك، بيكلم الحجر، وإني لا أعلم أنك حجر ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك. سيدنا عمر بيقول كده ليه؟ لأنه كان انتشر الإسلام في عصر سيدنا عمر، ودخل في الإسلام ناس حديث عهد بعبادة أصنام وتقديس أحجار، فهمت؟ فلما قبله خاف، لحسن الحديث العهد بالإسلام دول اللي لسه كانوا بيسجدوا لشوية أحجار وأصنام يظنوا أن الإسلام جاء بتقديس الأحجار وعبادته، فقال الكلمة دي علشان ايه؟ ينبه ان هو بيقبله عبادة، ايه؟ اتباعا للنبي، لا تعبدا بتقديس الاحجار، فهمت بقى ازاي؟ سيدنا عمر يقصد كده. سيدنا علي كان وراه لما سمعه بيقول كده، سيدنا علي قال والله اني سمعت رسول الله يقول انه يبعث يوم القيامة له شفتان يشهد لكل من قبله، فهمت بقى ازاي؟ يبقى بينفعه. وعن ابي قال اخبرنا ابو عاصم عن جعفر بن عبد الله بن عثمان قال رايت محمد بن عباد بن جعفر يستلم الحجر ثم يقبله ويسجد عليه، بيعمل ثلاث حاجات اهو اللي هم قال عليهم الشافعيه، يستلمه يعني يحط ايده اليمين عليه كويس، ثم يقبله يعني بشفته، ويسجد علي يعني بجبهته. فقلت له ما هذا؟ فقال رأيت خالك عبد الله بن عباس رضوان الله عليه يفعله، ثم قال رأيت عمر فعله، ثم قال إني لأعلم أنك حجر ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ونقف على باب الصلاة في الكعبة غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اللهم يسرنا لليسرى، وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم، عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.